بمناسبة يوم العلم، شهدت مدن إقليم كردستان تنظيم مراسم خاصة لرفع العلم والاحتفاء به في الدوائر والمؤسسات الرسمية والجامعات والمعاهد والمدارس، حيث زينت أعلام كردستان الشوارع والمحلات والأماكن العامة في مدن الإقليم، إضافة إلى ارتداء المواطنين الملابس الكردية التقليدية. أقمنا مديرية النشاط المدرسية التابعة للمديرية العامة للتربية الدربيل احتفالية بمناسبة يوم العلم التي تصادف 17-12 يوم علم كردستان. هذا العلم كما تعلمون ألوانها ترمز عن التعايش السلمي والفرح والسعادة، كل لون لها تعبيره الخاص. واليوم قدمنا مجموعة من الأغاني الكردية الأصيلة ومجموعة من الأناشيد الوطنية الكردية، كما تشمل هذه الأناشيد التعايش السلمي بين المكونات الكردستانية التي تعيش تحت راية هذا العلم. ويحتوي العلم على ألوان ترمز للتعايش السلمي والفرح والسعادة، حيث كل لون له تعبير خاص. كما نظم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية أربيل فعاليات وأنشطة فنية مختلفة بهذه المناسبة، وتقديم عروض غنائية ولوحات فنية. وتعود جذور الاحتفال بيوم علم كردستان إلى أكثر من 70 عاماً، حيث تم رفع علم كردستان المستقلة بكردستان إيران بعد أن استطاعت الحركة الكردية تحقيق تقدم في هذا البلد خلال الحرب العالمية وتمكنها بعد ذلك من إعلان جمهورية كردستان.